مساء الخير. بنيسين طفي نارك وافتح شبابيك دارك. سجل الغطاء الجليد دي فوق المحيط المتجمد الشمالي خلال شهر أذار الماضي درجات حرارة مرتفعة، وأكد العلماء بالمركز الوطني الأمريكي أنه فصل الشتاء الماضي كان دافي جداً بالمناطق القطبية الشمالية، حيث سجلت الحرارة ارتفاع فوق المعدل السنوي وارتفعت حرارة الهواء أكثر من 6 درجات، وهي أكبر زيادة من سنة 1951. بالعودة لطقسنا، ربيع مستقر ودافي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط، حرارة معتدلة، رطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة 119 درجة. الليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم نسبيا مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ببعض المناطق الداخلية، ولبكرة طقسنا غائم جزئيا مع تكون ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة بالمناطق الداخلية. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة رح تسجل الليلة على الساحل 14 على المرتفعات عم بتسجل 11 بالبقاع 7 والأرز 3، وجولة أخرى على درجات الحرارة رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذن التل 24، ننتقل من بعدها إلى عمشيت 24، سبلين 23، البزورية 24، عيترون 22، أرنون 21، المحايدلة 21، بعبدات 22، حصرون 15، والمعاصر 25. أما الرطوبة فبتتراوح بين 35 و60%، حرارة سطح المي 19 وسرعة الرياح بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، ريح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 14 أقصاها 24، الأربعاء بين 14 و24، والخميس بين 13 و23. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من عمان 24 ودمشق 28، القدس 24، الجزائر 15 والرباط 19، نواكشوط 29، وأخيرا باريس عم بتسجل 15. وهيدا كان كل شي. باي.